مساء الخير، يسعد مساكم ويطيب للقاء بكم، ولكن حسب الظروف وأرجو المعذرة إن كان هناك انقطاع. أمسيتي معكم الليلة بأكثر من نص، أرجو أن تروق لكم حروفي. نصي الأول: إني أحب زوجته، إني أحب زوجته، إني أحب غرفته، وأحب الهواء الذي يلفه، وبعضه وكله وما حوله. أريد أن أقبل راحة كفه ويجتاحني عطره. عيوني تعشق تفاصيله، تتعلق به كطفل معلق بذراع أمه. والدوار الذي يطيح برأسي، تمنيت أن يلقيني بأحضان صوته. والدوار الذي يطيح برأسي، تمنيت أن يلقيني بأحضان صوته، فيجن خافقي يكاد أن يتفلت من دقاته، وتختفي كل الوجوه التي حولي إلا وجهه. كأني إذا تبسم كفراشة تحوم حتى تحط على كتفه. وفي لحظة الاقتراب تحرقني نار بعده. إني أحب زوجته، إني أحب غرفته، إني أحب راحته، وكل ما كان منه. نور ونار، وعشق يأكلني، وشوق يذيبني. يا الله ما أجمله. انتهى النص الأول. النص الثاني: على تلك الأريكة من المقهى القديم المتهلهل العتبات، حدثني عن مكنونات قلبي وعن هوسي وجنوني به، وعن قضم أظافر البوح والعثمة القلب، وعن حمرة النجم على وجنات الخجل، وعن حمرة النجم على وجنات الخجل في أول أحبك، وبعد انقضاء البكاء ولهفة القمر أخذ بيدي، طوق عنق التعب، سار بي إلى حيث أتمنى، سار بي إلى حيث أتمنى، عالما خلف ذلك الباب، حيث لا مخلوقات غريبة ولا سافرات إنذار، وإنما تحرس المكان قبيلة من الحروف، تعيد صياغة كهنوت الحياة هو وأنا. Created with free version for non-commercial use. انتهى النص. والآن النص الأخير، وأرجو أن يروق لكم. قل لي بربك كيف غيرتني، واجهتني مع أخرى لم أعرفها فيما مضى، أجهضت مني أعراف كانت تعكر صفوي، استبدلتني، حرقتني، وأعدت صياغتي،
كيف أقدمني لمن كان يعرفني؟ ماذا لو سألوني عني؟ هل أخبرهم بأنك المضغة المفقودة؟ هل أخبرهم بأنك المضغة المفقودة التي ألقى الحب القبض عليها متلبسة نابضة؟ وأعاد هيكلتها لتعمل في تنظيم الأبهر من قلبي. تقسم الري خفقة هنا وخفقة بقلبك. قل لي بربك. وهكذا أعزائي أكون قد وصلت إلى نهاية المطاف هذه الليلة. أرجو أن تكون كلماتي قد راقت لكم. تمنياتي لكم بأوقات سعيدة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ونحن بأهدأ حال وأحسن وضع من الآن. شكرا لكم وإلى اللقاء.